نتكلم بقى في موضوع القضاء الإداري. أنا بحاكم إيه في القضاء الإداري؟ بحاكم إيه؟ ها؟ بحاكم قرار. وليه؟ مش في خصومة بين فرد وجماعة؟ طب في القضاء العادي الخصومة بين مين ومين؟ أفراد، صح؟ طب في القضاء الإداري؟ فرد وجماعة. طيب وما اجي النهارده يعني بختصم ايه؟ قرار. طب ايه شكل القرار؟ في قرار تمهيدي وفي قرار نهائي، شكله ايه؟ فما هو مفهوم القرار؟ حد فاكر؟ طبعا لا، انا فاكر وانا زيكم كده في الليسانس من 31 سنه. ها؟ ايه بقى مفهوم القرار؟ افصح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا. إفصاح إرادة الإدارة بتطلع المظهر الخارجي بتاعها، بتطلع قرار عن إرادتها إيه؟ الاختيارية ولا الإلزامية؟ الإلزامية. طلع قرار بتعيينك، هطلع قرار بتخطيك في الترقية، هطلع قرار بفصلك. إذا أفصحت جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إيه؟ إحداث أثر قانوني معين يشترط فيه أمرين، يشترط فيه أمرين: الإمكان والمشروعية. الإمكان والمشروعية، يجب أن يكون قرارك مشروع. وعندما أقول قرار مشروع يعني لا يصطدم مع إيه؟ بالتدرج كده، لا يصطدم مع إيه؟ ها؟ مع القانون ولا مع الدستور؟ مع القانون. وبدوره القانون لا يصطدم مع ايه؟ ولا ايه القرار لا يصطدم بايه؟ باللائحة ولا بالقانون؟ ها؟ مش درستوا لوائح؟ مش اللوائح دي بتعملها السلطة التنفيذية من خلال القانون؟ إذا لابد أن يكون القرار متفقا مع اللائحة، واللائحة بدورها متفقة مع ايه؟ مع القانون. والقانون بدوره مختلف متفق مع ايه؟ مع الدستور. مش ضرر؟ اذا انت الاستاذ يا محامي لما تجي لك قضيه وتضع امامك قضيه في مجال التعليم، واضرب لكم امثله، تضع امامك قوانين التعليم كويس. طب انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع حكومه. طب اذا انا لازم يكون عندي ايه؟ نظام العاملين المدني للدوله. ايه حاجه صدرت في اخر حاجه صدرت بشان نظام العاملين المدني للدوله؟ القانون كام؟ 81/16. ايه يا جماعه ما تشاركوا معانا، عاوز حوار، عاوز عصف ذهني، فكر. انا بعرض اهو اخر قانون صدر بشان العاملين المدنيين للدوله ايه؟ 81/16. مش ده صح؟ طيب انا لما بتكلم مع موظف عام لا يخضع لكادر خاص، لا يخضع لكادر خاص سواء كان الشرطه او القضاء او الجامعه، اتعامل مع اي قانون؟ اتعامل مع 81/16. لا، طب يخضع للجامعه اتعامل مع 49/72 او 103/61 خاص بالازهر. لا بيتعامل مع القضاء، لا بيتعامل مع الشرطه، قانون الشرطه قضاء. اذا دي كنت جنب دي لسته او مجموعه كنا جنبيك انت كمحامي تقرا فيها قبل ما يجي لك الموكل بتاعك، وتعي انت هتتكلم في ايه وتكتب في ايه. انا مش جاي النهارده تاخد رخصه عشان تطلعوا محامين وتمارسوا محاماه، لا، سواء مارست او ما مارستش انت رجل قانون، يعني الراجل الفاهم في البلد. انا كنت كليه عمليه وفي ارقى كليه عمليه سكه ودخلت القانون، حاجه شديتني القانون ورغبه والدي الله يرحمه. هذا القانون، اشتغلت مستشار، اشتغلت استاذ جامعه، وقدامكم بتعلم، ما زلت بتعلم كل يوم بستفيد حاجه جديده. فاذا انت رجل قانون اعتز بانك رجل قانون، اعتز بانك لسان حال الغلابه والمساكين، لسان حال المظلومين، لسان حال المقهورين. لان يمشي احدكم في قضاء حاجه اخيه يقضيها له، أفضل له من أن يعتكف في المسجد النبوي 40 عام. شوفوا بقى،
يقضيها بس. هو ده فهم الحياة. إذا هنا عرفت القرار الإداري. أبقى القرار الإداري لابد أن يكون ممكنا مش مستحيل. مش أأمر وأطلع قرار من الاستحالة. مستحيل تنفيذه. صدر قرار بتعيين كل خريج كليات الحقوق وكلاء نيابة. ينفع. ده قرار إداري. هل ده ممكن؟ إذا القرار في شيء استحالة. لابد أن يكون القرار ممكنا مشروعا لا يصطدم مع لائحة وبدوري مع لا مع قانون ولا مع دستور. طيب صدر القرار الإداري صحيحا، العكس صدر القرار الإداري معيبا. كيف يكون صحيحا؟ أتعامل معاه إزاي؟ وكيف يكون القرار معيبا؟ أتعامل معاه إزاي؟ وماذا لو حجبت الجهة الإدارية صدور قرار مش هطلع قرار؟ أتعامل معاه إزاي؟ أتعامل معاه إزاي لو الجهة الإدارية قالت مش مطلع على القرار؟ وهل الحالة دي زي الحالتين دول من حيث المواعيد ومن حيث إجراءات رفع الدعوة؟ طبعا بيختلف الحال. ومن هنا بعد ما تكلمت بهذا الموضوع أقول يمكن أن نحصر الموضوعات التي يمكن أن نتكلم فيها في مجال القضاء الإداري في قضاء الإلغاء. اكتبوا معايا الإلغاء، التعويض، التأديب. هذه الثلاث دعاوى: قضاء، تعويض، تأديب. الله، هو القضاء الإداري بيدي عقوبة؟ أيوه بيدي عقوبة. قضاء التأديب الجديد ده بقى اللي استجد دستور 2014 ودور النيابة الإدارية اتغير، ومين اللي يفضل ورا الدعوة؟ وانت كمحامي تتعامل ازاي مع الحالة؟ تتعامل ازاي مع التحكيم؟ تتعامل ازاي مع الطعن؟ حضرت مجلس تأديب لموظف عام، سواء رجل شرطة، رجل قضاء، رجل جامعة، رجل عاجل، حضرت انت مجلس تأديب، تتعامل ازاي مع المحقق، مع المحكمة؟ وبمناسبة يا شباب، مجالس التأديب بمثابة محكمة أول درجة. يطعن على قراراتها فين؟ حد عارف؟ مين مجلس الدولة؟ فين؟ الإدارية العليا. يعني مسألة ايه محكمة ايه؟ ها؟ قضاء إداري. مجالس التأديب مسألة قضاء ايه؟ إداري. وبتطعن على القضاء الإداري محكمة ايه؟ الإدارية العليا. إذن هي المحكمة. طب أنا بقى بتتعامل معايا كمحكمة، شكلك ازاي وأنت قاعد؟ هندخل مجلس التأديب. تجد عضو مجلس الدولة موجود؟ ده العضو كان مش موجود. الله، طب الشكل اكتمل؟ أشوف. هنا بقى ملاحظة دقيقة. أنت إزاي أنت محكمة؟ ها؟ طب أنت تلاحظ الأمور الشكلية وتلاحظ الأمور بعد كده الموضوعية، إزاي تتعامل معاه؟ وهضرب لكم مثال. حالة صدر قرار بتعيين رئيس جامعة خاطئ. وحسن القرار، والقرار بيتحسن بمضي كام؟ عاوز اسمع الصوت. القرار بيتحسن بمضي كام؟ 60 يوم. الله، يعني القرار اصبح محصنا لا يجوز لي نطعن فيه. متى يجوز الطعن في القرار حتى ولو حصن؟ حد يعرف؟ ها، اذا كان القرار منعدما. اذا كان القرار ايه؟ منعدم. انت غررت بيا، انت غررت بيا وانت بتعرض عليا، وبالتالي عليك اصدرت القرار بناء على ايه؟ على المعطيات اللي قدامي. فكيف اطعن عليه؟ وكان في القرار القضائي الاداري اقول المفترض اني بعرف الاجراءات القضائيه، الاجراءات الاداريه، ودي اهم حاجه يجب ان يعرفها المحامي.
المفترض نتكلم عن دعاوى التحكيم، دعاوى الاستثمار، وبهذه المناسبة أتعشم بإذن الله إذا قدر وأساتذتنا موجودين إن إحنا نأتي بعد المحاضرة اللي بيا أجيب لكم معايا قانون الرياضة. ده بقى شغل البيزنس اللي عاوزكم تتخصصوا فيه، مش تخصص فيه، شغلك الشاغل اقرأ فيه. لأن الوضع اختلف خالص. إجراءات رفع بس الموضوع 50,000 جنيه، إجراءات الرفع بس عشان أقيدها. شوف وتعمقوا في التسوية والتحكيم وقراءة.